في معسكر في دولة يعني من الدول ديت، يعني مش هينفع أقولها، مش هينفع والله. بياخدوا الولاد الصغيرين يجوزوهم عشان يخلفوا، عشان يطلعوا يعني متطرفين، يطلعوا قتلة، أدوات قتل للمجتمعات. يا ترى اللي كان بينظر في الوقت ده للدولة ديت من في 2010 و2011 كان هدفه انه يعمل في الدولة دي كده، وان يكون الناتج بتاعها هو عبارة عن تشكيل وتكوين خلايا او مش خلايا بقى، اجيال من الارهابيين والمتطرفين يفضلوا يخربوا في المنطقة دي لمدة 50-100 سنة جايين. 50-100 سنة جايين، مش هتكلم مع الدولة اللي موجودة اللي انتوا كنتوا متابعين احوالها خلال الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا. يعني انت عارف مقدرات دولة لما تتحط لدعم فكر يحصل ايه؟ لما مقدرات دولة زي مصر، عشان ما نروحش بعيد، تحط ادواتها عشان تنشر فكر وممارسات متطرفة وارهابية، اولا جوه بلدها ثم للمحيط بتاعها، ده خطير، ده خطير جدا جدا. اذا اختم كلامي في الكلام الجميل اللي اتقال، ان الموضوع هذا الموضوع موضوع مهم، وانا كانسان في كل ما اطرحه بكون صادق وامين معكم.